واش ليكيب السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في نهار جديد، انرجي جديده ورياكسيون جديده واحسن رياكسيون في مجره درب تبان. نهار مقودين جماعه اليوم خوتي، جينا لكم في الطراك ديال الديدين كانون مع فيفيان مراد. ما صراحه ما كنعرفش هاد المره هاد الاطريفه الخوت هي قال من لبنان ولا ما عرفتش. المهم ديدين جا دار هاد الكولاب هذا في شكل عاوتاني بدا وباع علينا ديدين خوتي، بعد على الكلاشات السنه بغى يجمع شويه د الفلوس عاوتاني. شوف في الكلاشات فين جمع الفلوس، ما لحقش كلاشات بزاف الا جيتي ذلك وزيد في ذلك. المهم خوتي اليوم جينا ندير لكم ديدين، نعطيكم واحد رد فعل غريبه شويه. الله يزيدك اخي الديدين ويعطينا حتى حنا ملي نعطاك. الله يكرمكم كاملين اللي كتفرجوا فينا. المهم اخوتي كيف ما ديما، الا كنت اول مره كتشوفنا تهبط لتحت الطرج ديال ماداك سبسكرايب وتفعل الجرس وتلاحوا عندنا الانستغرام اللي هو هذا ولا هذا، تما غتلقاونا ديما. سير اخويا قبل ما نبداو تحياتي لخويا عبد الرزاق عكاشه فاس العين فيله ولايه عين دفله، تحياتي لكم خوتي كاملين كاع اللي تفرجوا فينا، وتحياتي للميلود ايتيم، تحياتي لك عشيرين الناس ديديكاس راه ما نسيناكمش، وسمحوا لنا الا نسينا شي سميات تكتبوا في غير في الكومنتات في يوتيوب راه ما كنشوفوهمش كاملين. المهم الدراري اللي كيبغيو ديديكاس راه كيجيو عندي في الانستغرام، تيفصلنا ميساج تما. مرحبا بكم خوتي كاملين، هذا معك ودا واخوتي تي سي او مصابي ما ضربناش كوبي رايت غير سير سير سيدي. نشوفوا الديدي شنو قال لنا هنايا. سير الديدي بلاتي زيد لنا الصوت اجمي، هادشي راه ناقص. شبه اللي زايد يمكن البرود دير هكا. وجا كليبات اخاي، دعوة الزاد وما كنثقش فيهم. ماشي عنصرية اخوتي، راه غير كنضحكو مضلفين تبارك الله. جود تات بديت تنكانو جمع الفلوس اخي الديدي سير هاديك اخي الديدي. اش اخي الديدي واش ديدي رابي ولا ما غاديش يراب؟ انا كنسى الراب. اش كيفاش الراب؟ دخل في الراب دخل مزيان. نعرفوا هاد الناس هادو بحال هكا بحال هاد فيفيان مراد وكذا مزيان. هذاك خونا كيشوف فيا واحد الشفه مخنزره. هذاك عزياد اصاحبي كنبقى نقول عزياد يقولوا غير عنصر. المهم حنا اللوين كنقولوها في المغرب، حتى انتم راكم تكونوا كتقولوا حتى هما اخي اللي عاش في الجزائر كيلعب مع كرو ما كيجاوبنيش ما مسوقش. جاتني كتشبه لسميت هذيك نانسي عجرام ولا ما نعرفش هاد كيتشابو هاد المغنيه ديال لبنان الخليج وكذا كيتشابو. ماشي نانسي عجرام يا ربي، جاتني كتشبه لواحد ممثله مصريه راه مثلت معاها واحد الفيلم ديال انا مبلي بالافلام المصريه الباشا تلميذ مثلت معاه. المهم الناس اللي ما شفتيهش زها هو قالت هنا وما شفتيش هذا الهندي. ديدين كاين ضرب وحق الرب فين ما كاين فين ما بغيتي ديدين كاين كلاشات كوميرس الغناء لما خايب ديدين الكلكومه لما العاقه خايب ديدين عمر الكلكومه. اللي بغى الراب يمشي يرجع لديدين هكاك اخاي حبيباتي وكذا. اللي بغى الراب يمشي للاشي الاخرى ديال ديدين، هنا ما كاينش الراب. ما كاينش لي يدي بلاصتي ناوي نخدع قولي له معاك خواص طاستي راحت البال ليستوار اكثر من الخيال ماشي معاك في الحلال موني حرام وادان حنايا ولاد الاصل حنا اللي جابونا رجال صافي مال صافي مال خاتمه والاجل. ولكن الا جيتي تشوف بالرجوله راه قصر واخا قليله ضروري هو داكشي علاش دابا ديدين كيعجبك حتى هو فاش ما بغيتيه فين ما حطيتيه بحال الفاس يحفر. شوف اجمع العاقه مع كرك من اضرب العاق كتشبه سميتها هنايا في هذه اللقطه اللي كتشبه ديك الممثله الهنديه بريانكا تشوبرا ولا كارينا كابور.
كارينا كابور جات كتشبهها فراي. انا عندي حتى انا داكشي ديال الافلام ديال الهنود ما تخافش، ممكن غير شاروخان شاروخان وسلمان خان وزعت البلدي ديدك فكرنا غير في جوني فكرنا غير في جوني بديناك كيخرب الضحك كيغني هادشي وكيخرب الضحك عارف راسو غيبقاو يضحكوا عليه بطلو، ولكن بالرجل اشوف اللي لا ما كنتيش دماغ ديدي دماغ بالرجول مالك سوا بغيتي سوا كرهتي ديدي كفراو كتعتبر من الاذكياء منها تكلمة. لا انا كنفهم الكلمات ديال الخليجيين كنفهمهم انا ما كنفهمهم اصاحبي ويلي لا ما كنفهمها شي حاجه البنانيين كنفهمهم ولكن الاغاني صعيب نشد شي حاجه انا راني مقود في الايكو شو الايكو انا راني هربان في هذه الشهاده ديال اللغات التونسيه اللبنانيه اللي بغيت العشرة ما خلت وينك انت قالت له العذاب اللي كتعيشو انت مش انا اللي سببت زيد نشرح لك اخي قود في هاد الشده ديال الشرح علاش كنقول لكم اخوتي تمتعوا مع الديدين فاش يكون كيرابي حيت راه شويه وما تلقاوهش كيرابي راه شرا مراكه ومراكه تمتعوا معاه فاش يكون كيرابي عمرني تخيلت راسي غندير رياكسيو على شي وحده كتغنيها كتغني الخليج يا سيريس ديدي المغرور وانا ديدي المسخوط ديدي المسخوط راك عاجبني اخاي ديدي سير اخي الدين غير تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك هذه اللقطه هذه ناضيه زيد دوز دوز انا كيهربوني باش كيضحك كتغلبوا الضحك ديدني الا غلبها ضروري تبدي تكيف زعما ما يمكنش ما يتكيف وهي ضروري كاين لا لا تراك تراك ديال الشطيح شنو بغيت نقول لكم فيه ديبش تراك ديال الشطيح شنو بغيت نقول لكم تراك ديال المزيكا ويمي يمي 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 الفلوس لمي لمي شوف احنا راك ياكتو كتسناوني ننتقد التراك راه ما غنتاقدوش لان هذاك خدمه ديالو كيديرها الله يسهل عليه فيه هذا ما كان اخوتي نحترموا اي واحد لاح تراك كما كان كل واحد المزيكا ديالو كل واحد وخدمته تراك ما عندي ما نقول فيه يمي شنو تقول يمي 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 ونشافوا تهلاو في الرياكسيون يمي 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 تهلاو